حاليا نحن مقبلين على فصل الشتاء، وهذا الفصل يعني معروف لدى جميع اهالي مدينه الموصل، يكون فصل شديد البروده. ودائما هذا نحن نعتبره فصل الحمل الاعظم لمدينه الموصل. حاليا نحن لدينا حمله صيانه مبرمجه كبرى على مستوى شبكه المدينه بالكامل لغرض تهيئتها الى فصل الشتاء، علما انه هذه الصيانه المبرمجه بدات قبل اكثر من 3 اشهر. حاليا يعني تركيزي ينصب على منطقة قطاع حي سومر، هذا القطاع الضخم اللي يعاني من كثرة الجمعيات وكذلك الأراضي السكنية وواسع يعني كرقعة جغرافية. حاليا كل الجهود منصبة في ذلك القطاع لغرض إعادة الحياة إلى هذه الشبكة، بحيث نكون يعني تستوعب كل الأحمال اللي ممكن أن تظهر في فصل الشتاء. الحمد لله يعني 90% من الاختناقات تم حلها إلى حد الآن. احنا عندنا حمل مجهز من قبل وزارة الكهرباء مركز ستر الوطني، وهذا الرقم يعني متفق عليه من قبل الوزارة مع مجلس المحافظين، اللي هو نسبة 8.9% من توليد العراق. لا يمكن زيادة هذه النسبة حسب التوليد الموجود في عموم العراق، ولكن بالمقابل هنالك استهلاك لدى المواطنين. إذا كان الاستهلاك يتعادل مع يعني كمية الكهرباء اللي مجهزة، فبالتأكيد راح يكون تجهيز عالي، وإذا كانت الاستهلاك أكبر بكثير من الطاقة المجهزة، فبالتأكيد راح نحصل على مساحة قطع أكبر. نحن نتمنى من كل المواطنين أن يعني يرشدون باستهلاك، يقللون من الصرفيات. الترشيد بالاستهلاك ليس معناها أن يحرم المواطن نفسه من نعمة الكهرباء، ولكن استخدام الكهرباء واستخدام الأجهزة بطريقة جيدة، واستخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية، وعدم الإسراف في الإنارة وكذا الأمور اللي تعتبر ثانوية. استاذ احمد، هل هناك تطبيق سينزل بالنسبة لتوزيع الكهرباء لمتابعة الفاتورة أو الأحمال أو إلى آخره؟ نعم، قبل يومين أطلقنا هذا التطبيق. التطبيق موجود حاليا على الجوجل بلاي، ينزل على أجهزة الأندرويد، وإن شاء الله مقبلين على أيضا على أجهزة الآيفون. هذا التطبيق يعني يعالج كل ما يتعلق بالفاتورة الكهربائية. نحن يعني نتمنى أن كل المواطنين أن ينزلوا هذا التطبيق ويتعاملوا معه بشكل جيد. هذا التطبيق أيضا يعني يحقق الأمان للمشترك الذي يقوم بتسجيل القائمة، يتأكد بأن قائمته نزلت، ويعني يجي إشعار بأن تم التسديد، وكذلك راح يجي إشعار أيضا بأنه القائمة يعني صدرت. حاليا نحن في مديرية توزيع الكهرباء مركز نينوى نحاول أن نوطن كل التطبيقات وكذلك الأمور الإلكترونية لغرض التحول إلى الحوكمة الإلكترونية قريبا. لدينا أيضا إن شاء الله تطبيق قريب جدا ينزل حول الأمور التجارية. معوقات في عمل توزيع الكهرباء؟ والله المعوقات هي فقط يعني الميزانيات، كما تعلمون لا توجد ميزانيات إلى حد هذه اللحظة. نحن معتمدين اعتماد تام على جباية الأموال اللي مستحقة على المواطنين، وحقيقة أبناء مدينة الموصل يعني متميزين في الالتزام بالتعليمات والقوانين، وحاليا يعني مستوى الجباية جيد جدا، ونتمنى أنه يزداد أيضا هذه يعني نسبة التسديد، وتقل مشاكلنا مع المواطن اللي ما يسدد. ما إن شاء الله ما نصل إلى مرحلة نقطع الكهرباء عن المواطن أو إلى نستخدم يعني تعليمات خلينا نقول القسوة والغرامة. نتمنى أن يكون هنالك تعاون يعني حقوق وواجبات.